والمالية لمجلس الأمة حول نص تمهيدي الذي أعدته اللجنة حول النص، ثم إلى مداخلات الأعضاء وأسئلتهم وانشغالاتهم والتكنولوجي الذي تعرفه بلادنا بما يجاري التحديات والانشغالات والملاحظات والاقتراحات والتوصيات يرسي دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المبنية الوكالات. نعم ممتنعون. بين عام 82 لا صفر والامتناع صفر. شكرا. الآن نفوت إلى الملف الثاني والكلمة مرة أخرى. تأكيد مجددا أن الحكومة تولي العناية والاهتمام اللازمين للتكفل بكل الملاحظات والتوصيات المعبر عنها من طرف أعضاء المجلس الموقر، والتي تترجم بالفعل انشغالات معبر عنها في من مختلف شرائح مستخدمي الخدمات المالية من المواطنين ومؤسسات فاعلين الاقتصاديين. ويطيب لي كذلك التنويه إلى أن هذه الانشغالات تدخل ضمن محاور برنامج عمل القطاع الذي أشرف عليه، خاصة من خلال الجهود الحثيثة لتسريع وتيرة رقمنة العمليات والتنويع التوفر الخدمات البنكية، وكذا تبسيط الإجراءات للحصول على هذه الخدمات. هذا القانون الذي تم التصويت عليه اليوم سيؤدي بلا شك إلى تنظيم النزاعات الجماعية للعمل وتحقيق التوازن في عالم الشغل، بالإضافة إلى أنه سيكون أو سيسد الثغرات الناجمة عن الممارسات السابقة في هذا الشأن. فضلاً على ذلك، سيدعم هذا القانون أسس السلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين من أجل نمو وتطور وازدهار المجتمع.